السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله فيديو النهاردة هنقول معلومات مهمة قوي قوي وتفيدك وانت جاية ان شاء الله شاطئ الغرام. انا هنا بصور لكم منين؟ بصور لكم من شاطئ الغرام. طيب سعر التذكرة كام؟ سعر التذكرة 80 جنيه وحد اقصى، حد اقصى شخصين، يعني انت لو هتدفعي شخصين بس انت وزوجك مش هياخد منك ال 160، لا هياخد منك 185. يبقى تاني سعر الفرد 80 جنيه بس انت لو هتدفعي فردين بس، يعني انتوا فردين بس ومعاكوا طفل صغير، هياخد منك 185 جنيه مش هياخد منك ال 160. طيب في طريقين تقدروا توصلوا بيهم لشاطئ الغرام، هيكون عن طريق المعديه، وسعر المعديه 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي، والاطفال مش هيحاسب عليهم الا اذا طبعا من اول 9 سنين او 8 سنين. طيب بالنسبه في الرجوع ممكن ترجعي عن طريق الميكروباصات. بصوا الميكروباصات منين؟ هي البوابه اللي هناك دي تقدري تركبي منها الميكروباصات، ده موقف كامل للميكروباصات، سعر الفرد فيه 10 جنيه، ولو هتركبي من الساعه 5 هيبقى سعر الفرد 15 جنيه، وده طبعا ما بيبقاش قانوني لان القانوني هو سعره 10 جنيه بس، هو طبعا عشان ساعه وقت ضغط وكده وده وقت رزقهم فبيخلوا سعر الفرد في الرجوع 10 جنيه. طب هيرجع على ايه؟ بصوا هياخد طريق فندق القصر كده، يمشي من عند فندق القصر ويطلع من عند البوسيت ويكمل لحد شارع اسكندريه. خلاص يعني هو اصلا الموقف بتاعهم عند شارع اسكندريه اللي انا كنت نزلت لكم فيديو عنه اللي هو موقف الميكروباصات. بصوا بقى ميزه شاطئ الغرام ايه والعيوب ايه. بصوا الميزه طبعا الميه زي ما انتم شايفين كده اهو، اللهم صل على النبي تبارك الله سبحانه وتعالى، الميه شفافه خالص، تقدري طبعا تبقي شايفه الميه تحتك عامله ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في ناحيتين تقدري تنزلي ناحيتين، وهصور لكم اماكن فيه خلابه جدا. خلاص في ناحيتين، ناحيه على البحر المفتوح وناحيه زي ما انتم شايفينها كده زي بحيره. خلاص وفي الناحيه كمان اللي هي هناك دي بتبقى زي ما انا صورت لكم في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع شاطئ الغرام، ان لما نزلنا من المعديه الشاطئ الناحيه الغويطه شويه اللي هو ناحيه شواطئ غزاله ومصيف العاملين بقناه السويس. خلاص الجزء ده بقى احنا جينا النهارده قررنا ان احنا نقعد في الجزء ده لان ما كناش قعدنا فيه قبل كده. بصوا الاجواء جميله جدا. طيب هقول لكم برده على عيوب شاطئ الغرام. عيوب شاطئ الغرام زي ما انتم شايفين كده الشمس لازقه في بعضها، ده احنا كمان عشان جايين الصبح فالدنيا لسه رايقه، الناس هنا بتيجي بالافواج خلاص فالشمسيات بتبقى لازقه في بعضها، فده عيب من عيوب شاطئ الغرام. العيب التاني مفيش باسكت زباله، فالناس طبعا بترمي الزباله بتاعتها فين؟ تحت الشمسيه، فالوضع ما بيبقاش لطيف وانا ما بحبش الطريقه دي لان كده كده الميه هتجري في الزباله دي ادخلها على الاولاد في البحر. بصوا بقى انا همشي كده معاكم وانا جوه الميه اهو، ماشي همشي معاكم واوريكم الاجواء من جوه عامله ازاي. ماشي هعجبكم قوي المكان ده. يبقى لما تيجوا شاطئ الغرام تمشوا لحد الاخر لحد صخره ليلى مراد عشان الاجواء هنا هتعجبكم قوي. صح يا اياد؟ ايوه. عجبتك يعني الحته دي؟ اه اجمل حته في الغرام، فسحه ومياه حلوه ونظيفه ما فيهاش وساخه، وتحب تصور تحب تقعد، ميه على اطفال صغيرين هيعرفوا ينزلوا من ناحيتين. يعني انت احنا قاعدين في الناحيتين، الناحيه دي بحر اوسع شويه وهنا بحر الاطفال الصغيره من سن مثلا 3 4 سنين لحد 7 8 سنين، هيبقى مناسب ليهم جدا. الناحيه الثانيه البحر المفتوح برضو ممكن نفس السن لحد الكبار بقى. وبعدين في ميزه كمان برضو يا ابو اياد ان هم ممكن لو حد مش عايز ينزل البحر ويصطاد برضو هيبقى فيه الصيد، يعني هتلبي كل رغبات الناس اللي جايه. بس عيوبها ايه بقى من وجهه نظرك؟ لا هو عيوبها في رايي انا لزقه الناس في بعضها، دي اسوأ حاجه بتضايقني، ان ما بحبش انا لزقه الناس جنب بعضها، دي بتبقى مش حلوه لانك مش ضامن ممكن تقعد جنب شباب، يبقى انت اسره مثلا وتلاقي راح معاك جنب منك شباب او قاعد ورا منك شباب، فطبعا بتبقى متضايق لانك بتبقى قاعد خايف على اولادك واهل بيتك والحريم. فده عيب خطير جدا هنا ان مفيش مسافات ما بين الناس وبعضها. ايه يا حبيبي ده؟ ايه صح يا مصر؟ ماشي. بجانب ممكن يبقى في سرقه كمان. في سرقه، ممكن يبقى في سرقه فعلا. حقيقي يعني احنا فعلا نزلنا شارع اسكندريه واشترينا قفل كده صغير صغنون خالص، رقمي، قفل رقمي كده صغير كده بيبقى بالارقام، بيبقى ثلاث ارقام كده بتشتروه وسعره 25 وبنحطه على الشنطه بصراحه يعني. استنى يا اياد عايزه اطلع على الصخور. لا غويطه غويطه يا ابو اياد. تعالى
بصوا المية يا ولاد، يا خرابي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله اللي يمشي ورا اياد اهو يغرق. تعالى يا اياد، رايح فين يا حبيبي؟ يا ابني انت على طول كده مشتت، والله ما مشيتش ورا ابنك ده ولا لما غرقني. الارض هنا بصوا عالية ازاي، ممكن نمشي عادي براحتنا ونصور. السمك يا جماعة، السمك كتير قوي، السمك كتير كتير. يا رب بس اياد يصطاد لنا حاجة النهاردة بالشبكة العجيبة الغريبة اللي جابها لنا، دفع فيها مبلغ وقدره وما استفدناش بيها بربع جنيه ام الخلود. دي غويطة يا اياد، بصوا الحتة دي عاملة زي حمام السباحة ازاي غويطة، ما شاء الله غويطة. تعالوا كده نمشي. طيب نكمل بقى كده يا ولاد، بصوا الحتة دي جميلة قوي قوي، جميلة. ماشي نكمل بقى، هنطلع كده فوق الصخور ونشوف صخرة الفنانة ليلى مراد ونشوف الأجواء عاملة ازاي. يا رب بس تعجبكم. نكمل كده بقى الأجواء بتاعتنا، بصوا ده كده بقى البحر مفتوحة ايدك كده يا بابا، عشان انا هعمل فقرة السحر دلوقتي على الصخر. اياد بقى ايه يحب يلم بقى ايه القواقع وال جبت لنا ايه يا حبيب قلبي، يا فرحتي بيه، جاب لنا خيارة. بصوا يا جماعة، مش عارفة انا حبيت شاطئ الغرامة عن عجيبة يا اياد، صح؟ عجيبة حاجة تانية بس. لا في نزول، في نزول بس لما بيبقى البحر رايق. ماشي هنا انت بقى مفيش اوقات، وقت ما يكونش وقت ما يكون الموج عالي ممكن تنزل في الحتة اللي ما فيهاش موج دي، اللي هي المربع اللي نزلوا فيها الاولاد. لان امبارح اول امبارح كانوا فاتحين النقطة دي. الحتة دي لما كان الموج عالي وكان الموج عالي. فانت ممكن تستمتع بالصخور والحتة اللي ما فيهاش موج عالي. وقت ما يبقى يفتحوا الشط الثاني اللي بتاع الموج ما يبقى رايق، هتنزل هنا وهنا يعني. صح. في كذا اختيار. صح. كابوريا ميتة، كابوريا ميتة، انت بقى كده ايه كابوريا ميتة دي؟ طب ما تمسكها يا حبيبي طالما ميتة، ولا خايف منها برضو؟ احش. ابني عبيد، ابني عبيد. بصوا يا جماعة، بص البحر مفتوح طبعا، النوى خالصه بقى لها كذا يوم، فالاجواء جميله قوي قوي هتعجبكم. انا سمك اهو، سمك اهو، سمك اهو. بصي يا ولاد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله عسل. لا 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 لا، اياد رفارة. بصي اياد بيتزحلق ازاي، احمد بيتزحلق. بصوا كتير قوي. ما شاء الله. بصوا يا ولاد انا عديت خلاص يا ابو اياد، بصوا انا عديت اهو. ماشي بصوا الاجواء يا ولاد، بصوا الاجواء. دعواتكم بقى، ادعوا كل حاجه نفسكم فيها تتحقق ان شاء الله، يا رب يحقق لكم كل احلامكم يا رب، كل اللي تتمنوه. بصوا اياد اي بركه ميه بيقوم طشش فيها على طول، مخلفه ذكر بط ولا ايه مش عارفه والله، ايام ما يعلم بالله ربنا. تعالى وادي اقعد هنا. ماشي بس استنى عشان الموبايل. بصوا بقى كده انا طلعت من على الرمل، مش عارفه اصور خالص من بره يا ولاد، من جوه. بصوا العصابه دخلت من جوه، وانا بقى هصور لكم من بره، بصراحه خايفه على الموبايل. ماشي بصوا اهو. ايوه لا لا لا، انا هصور من بره كده عشان هما برضو الفيديو يبقى ليهم صورة كده واضحة من بره. بصوا صخرة ليلى مراد جميلة قوي قوي، جميلة على فكرة. مش عارفة هي باينة في الفيديو ضخمة ولا لا، بس هي ضخمة جدا. انا كنت كل سنة باجي شاطئ الغرام، بس يا ولاد والله ما كان عندي صحة امشي المسافة دي، فكنت بكبر دماغي. لا بس كان فايتني كتير، كان فايتني كتير بصراحة. المشكلة بقى ان انا من اسكندرية، وناس احنا كاسكندرانية مش واخدين بالكم، حاطين بير مسعود كده في دماغنا يعني، وزعقين قوي. فلو جينا هنا وشفنا
حمام كيلوباترا ولا عجيبة ولا شاطئ الغرام بتاع الأستاذة ليلى مراد. لا هنتكبس ونسكت ومش هنجيب سيرة بيرما سعودي تاني، اللي بقى ظلمة وبقت ريحته وحشة ومعالم الصخور كلها اختفت. لا هنا الأجواء أحسن بكتير. بقى لازم ايه، لازم أعصابي بقى تتشد. لقيلك واحد راح داخل مش واخد لي بالك، عامل نفسه بقى ايه سبيح ويخش بقى يغمر، وافضل انا واقفه انادي عليه، وجوزي يقعد يقول لي انت بتكلمي الراجل، اقول له ما هيغرق، يقول لي ما هو اضرب نفسه، اقول له اللي هيغرق ما ينفعش ابقى معاكي وتكلمي كده، اقول له والمصحف ده داخل جوه، ونقعد نتعارك انا وهو بقى عشان ايه ما اعرفش انا هبله ولا ايه. بس ما بقدرش امسك نفسي، ما بقدرش امسك اعصابي، قلبي ما قلبي يفضل يجي لي نغزه كده في قلبي، والله العظيم هو نغزه كده، واتوتر بقى وايدي بقى ترتعش بقى وخلاص، وجسمي على اتم الاستعداد ان انا اقول يا لهوي. بابا ما ماسكه نفسي بالعقل. بصي يا عوده، ده انا لعلمك لو قربت منه دلوقتي اقعد اناديله يا عم انت يا عم، جوزي بقى يقعد يغمزني في ايدي ويصغر لي يا عم تعالى هنا يا عم انت مالك انت مالك. فمش عارفه انا الوحيده اللي كده ولا في ناس زيي. والله يا جماعه ضربات قلبي بتبقى سريعه وبيبقى عندي نغزه كده، هو بدا قلبي يبقى فيه نغزه، ببقى خايفه قوي على الناس اقسم بالله. بصوا رغم ان هو راجل كبير في السن، بصوا الاجواء حلوه ازاي. ايه بصوا هما فين، الاجواء هنا جميله. بصوا بقى الحته دي ممكن برضو الاولاد تعوم فيها برضو ومفيش مشكله، ممكن نقعد هنا على السور ده مفيش مشكله خالص. ماشي فانا هطلع على السور، هطلع من هنا من الحته دي، احب انا ابقى في الامان قوي قوي، بخاف اهو. الله 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 يا ولاد، الله يا ولاد، الله يرزقنا الجنه يا رب، يا رب ارزقنا الجنه يا رب. بصوا يا ولاد حمامات سباحه مياه صافيه، بصوا عسل عسل عسل. بصوا يا ولاد الجمال، بصوا الله، اللهم صل على النبي يا جماعه، ده هوا شويه هوا يرد الروح. بصوا اهو واحد بيعوم في البحر المفتوح، عشان اقول لكم بس والمصحف وتحسوا بيا، مش عارفه في حد حاسس بيا ولا، افضل بقى انا واقف طول ما انا واقفه بقى قلقانه بقى، والله امه قاعده اهي يعني انا مطمني ان امه موجوده خلاص كده، طالما امه موجوده خلاص انا هسكت واطمن، لان هي كده حن عليه مني وهتاخد بالها اكتر، هي عينها عليه مش سايباه. بصوا انا قلت له هو يطلع، طلع، قلت لمامته سخنتها وطلع، خايف عليه وروحيه ربنا اقسم بالله، ربنا يخليه لامه يا رب وما تشوفش ليه حاجه وحشه. بصوا اهي الاماكن يا جماعه، مش عايزه اقول لكم، روعه 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 روعه. بصوا بصوا المكان، بصوا ولادي هناك لسه هناك جايين. بصوا البحر مره واحده هك كده، الهوا الهوا مرة واحدة كده الموج عليه. بصوا 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 البحر مرة واحدة عالي صح؟ الحتة دي كانت كلها مكشوفة. بصوا الحتة دي كانت كلها مكشوفة مرة واحدة عالي، والرياح بقت شديدة مرة واحدة يا ولاد. بصوا هناك، بصوا هناك، ده لسه كل ده احنا ممكن نمشيه، يعني كل الطريق اللي انتوا شايفينه هناك ده مفتوح للمصيفين يمشوه عادي اهو. بصوا الاجواء حلوه قوي قوي، بس البحر مره واحده عليه يا جماعه. ايه ده، هو قاعد بيعوم هو واساف. بصوا بقى البحر جميل قد ايه، بصوا البحر هنا مناسب جدا جدا للاطفال، رغم ان هو رغم ان هو بحر مفتوح بس هو مناسب جدا للاطفال. ليه بقى؟ لان في ارتفاعات. بصوا المايه هنا عامله ازاي، ساحره جميله جدا جدا. بصوا شايفين
شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ بصوا بقى لحد الناس اللي جوه دول واقفين على رجليهم، يعني في جوه ارتفاعات عالية للأطفال، يبقى إذا الشاطئ مناسب جدا للأطفال وأمان. والمية بقى مش هحكي لكم قد إيه، مية شفافة، يعني أنت شايفة كل اللي موجود تحت المية. بصوا أدي الأجواء أهي أهي، تمام. هناك بقى اخر الطريق اللي انتوا شايفينه ده، دي المعديه، تمام. احنا جينا الصبح بالمعديه ومشينا كل ده ونزلنا هنا عند الصخور، عند صخره ليلى مراد، نوع من انواع التغيير يعني، وهنروح عن طريق الميكروباصات. خلاص بصوا الجمال تحفه. بس احنا كده طالعين بقى من بوابه شاطئ الغرام، هنا مسرح ليلى مراد، وهنا دي حمامات، اللي هناك دي حمامات اهو. بصوا ماشي، ده مسرح ليلى مراد، في حمامات وفي مطعم وفي كافيتيريا، في كل حاجه. بصوا احنا باي باي كده طالعين بقى من البوابه، هنشوف هنركب مع بعض. نركب اهو. بصوا الموقف، هو موقف وفي اتوبيسات وفي سوزوكي بتبقى مستنيه ناس، تمام. هنركب اهو. بصوا يا ولاد اهو بنركب،